التي تفوق نظيرتها السابقة بمرتين أقل ما يمكن، إضافة إلى تحديث راجمات توربيدات ومختلف المدافع الجوية والسطحية ومنصات صواريخ بحر بحر وبحر جو ومنصات صواريخ بحر ومنصات الدفاع المتمركز وكذلك المنصات المضادة للغواصات وإمكانية عدم الكشف من قبل رادارات العدو ومضاعفة مديات عملياتها، وكذلك طبعا تمتاز بإمكانية تحديث وتطوير قدراتها على المناورة والمراوغة وبالتالي تطوير كافة منصاتها الإلكترونية. ومن الميزات الأخرى التي تمتاز بها مدمرة سهند على نظيرتها جمارات هي زيادة محركاتها، والتي فهي مزودة بأربع قوية وترسل رسالة قوية بأن إيران ورغم كل الضغوط ورغم كل العراقيل التي تواجهها لكن لم ولن تتوقف عن هذه الصناعات وصناعات أخرى، كما شاهدنا قبل يومين هي ألحقت غواصتين للبحرية الإيرانية، وبعد يومين ستلحق هذه ستنضم هذه المدمرة مدمرة سهند إلى الأسطول البحري. وكل هذه تبعث رسائل خاصة بأن الجمهورية الإسلامية ورغم رسائل كلمتين وبعدها ستلحق هذه المدمرة وستنضم هذه المدمرة إلى الأسطول البحري للجيش الإيراني. نعم، يعني أيضا من